هل يجوز الزواج بفتاة ليست من عائلة متدينة ولكن سأقوم بتأسيس بيت على طاعة الله؟ هل يجوز الزواج بفتاة ليست من عائلة متدينة ولكن سأقوم بتأسيس بيت على طاعة ربي ومساعدتها في تعلم كل شيء؟ هل البنت على دين يا إبراهيم أم ماذا؟ انتبه للبنت، ألا قد يقدر عليهم إذا كنت ستنتشلوها منهم؟ ومحل ذلك إذا كانت طيبة وصالحة.